زيادة جديدة في أجور عمال الجوية الجزائرية ستدخل حساباتهم هذا الصيف، هو ما كشف عنه الرئيس المدير العام للشركة محمد الصالح بولطيفة، الذي قال أن مكتب دراسة جزائري يدرس أجور موظفيها وسيفرج عن الزيادة قريبا، إلا أنه على صعيد منفصل أكد خلال نزوله ضيفا بمنتدى جريدة ليبرتي أن أجور الطيارين تتناسب ومستوى القدرة الشرائية في الجزائر، مضيفا أن هؤلاء يعيشون في الجزائر وليس في نيويورك. Il y a des pilotes qui sont bien rémunérés pour le niveau de vie algérien. Bon, on ne vit pas à New York ou à Londres ou ailleurs. Je pense toute proportion gardée. Il y a eu des augmentations les dernières années. Et il y a un dossier qui est en train d'être travaillé donc au niveau du bureau d'études algérien. المسؤول الأول على رأس الجوية الجزائرية نفى وجود أي امتيازات في توظيف أو محسوبية، وقال أن مسابقة التشغيل تقام على أساس القانون، متسائلا ما ذنب موظف الجوية الجزائرية إذا كان والده جنرالا. وكيف واحد كونت لي ريكروتي il sait que son père va devenir général ou ministre dans quelques années il le sait pas il est recruté اليوم dans 10 ans son père peut devenir ministre ou général ou الدنب تاعو c'est quoi ça. وعن حادثة واغادوغو أكد بولطيف أن الجوية الجزائرية ضحية شركة أجنبية، وأن التحقيقات تتواصل والتقرير النهائي سيسلم شهر ديسمبر المقبل، كما ستتخذ الشركة العمومية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هكذا سيناريو. D'abord, je tiens à préciser que ça c'est important. Ce que je vais dire est important. C'est pas un avion d'Air Algérie. Air Algérie dans cet accident, dans ce crash, elle est victime. L'avion a été affrété par Air Algérie en ACMI. ACMI. هذا ورفع بولطيف بقوة لصالح الشركة الوطنية وتحدث عن برنامج لإعادة الهيكلة واقتناء 16 طائرة وتجاوز مشاكل التأخرات وارتفاع رقم أعمال الشركة ب 10.5% خلال 2014، إضافة إلى فتح 13 خطا دوليا جديدا قريبا ومضاعفة الرحلات الداخلية وبرنامج لتكوين 200 طائر، وعن تحرير قطاع النقل الجوي أمام الخواص، أكد أن الجزائر ليست مستعدة بعد.